رجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات، وعنوان فقرتنا دلوقتي واحدة ست. واحدة ست هو كتاب جديد للكاتبة برديس سعد، بيناقش موضوعات مجتمعية خاصة جدا بالمرأة المصرية. تفاصيل كتير هنعرفها من كتاب واحدة ست، بس في الأول خليني أرحب بمؤلفته برديس سعد. يا برديس اهلا وسهلا بيكي النهارده. واحنا مش عارفين من غير الناس اللي زيك كده ايه، يقعدوا كده يعصروا في دماغهم ويقعدوا يبصوا حواليهم ويشوفوا ايه اللي بيحصل في الدنيا للست المصريه داخل المجتمع، ويبداوا بقى ايه، لا بصوا شوفوا هنا بيحصل كذا وكذا وكذا. طيب كلميني طيب اكتر عن كتاب واحده ست. في كم فصل بقى؟ قعدتي بقالك قد ايه بتكتبي فيه؟ بصي الكتاب هو فكرته جديده، thinking out of the box. الكتاب نصه بالعاميه والنص الثاني منه باللغه العربيه الفصحى. انت عملتي كده بقى مزيج ما بين اللغه العاميه واللغه العربيه الفصحى. بالظبط. طب ليه عملتي كده؟ بصي انا كانت ليا وجهه نظر، انا اصلا كنت مدرسه حكومي عربي في ميت غمر. كانت المكتبه دي من الاساسيات في المدارس عندنا. الله. فكنت لازم حصه المكتبه دي او وقت فراغي بقضيه هناك، فكنت بحب اقرا جدا. شويه بشويه اكتشفت ان الاجيال اللي بعد كده مفيش حد بيقرا. طب انتوا ليه ما بتقروش كتب، وفي نفس الوقت لما بيبقى في بوست بالعاميه على الفيسبوك انتوا بتقروه وبتعملوا لايك وبتعملوا شير؟ في مغزى ورا المعنى ده. فانا فكرت ان انا ممكن اجمع لهم زي البوست دي بلغه سهله مبسطه، عاميه منقحه، ممكن تتكتب باسلوب جمالي، مش العاميه بقى بتاعت الشارع ولغه القلش عاميه مرتبه. بالظبط، عاميه مرتبه منقحه محترمه مهذبه، فيها مظاهر جماليه ممكن ترقى بعد كده ان هي تبقى فصحى. فخليت النص الاول من كتابي بالطريقه دي، اللي هو الفئه اللي ما بتقراش او ما بتعرفش تقرا غير بوست الفيسبوك او اللهجه العاميه تقدر تقرا الكتاب. في النص الثاني احنا بنطلع سلمه شويه، بطلع معاهم للفصحى البسيطه، الفصحى السهله، مش لازم معقده، مش لازم امسك الكتاب اجيب معجم ادور على معنى كل كلمه موجوده في الكتاب، لا انا ممكن اقرا الكتاب واستمتع بالتشبيهات اللي فيه وبالجمال وانا مبسوطه. أيوة. وانا حاسه ان اللهجه سهله، يعني انا قادره. بالظبط، اللي هي فانا قادره اتعامل مع ده وقادره اقراه حتى لو انا قارئ لاول مره. حلو. ودي جدا. انا بالنسبه لي هي الفئه المستهدفه من كتابي، القارئ اللي بيمسك كتاب ورقي لاول مره ويتعامل معاه. كويس، يعني فكره حلوه، فكرتي انت كده في جميع الشرائح وبتجذبيهم كمان. بالظبط. هايل. وايه كمان بقى، كم فصل في الكتاب؟ الفصحى العاميه في الاول تقريبا 22 موضوع. بيتكلم عن الموت، عن الزهايمر، عن الصداقه، مواضيع كتير. الجزء الثاني اللي بالفصحى هم قصص قصيره، اقل واحده فيهم صفحه ونص واطول واحده 6 صفحات. الله. 15 قصه. انا بحب الحاجات دي جدا. 15 قصه قصيره كلهم البطله واحده ست. ده في اللي هما في الاخر القصص القصيره، لكن اللي في الاول اللي في الاول هي خواطر واحده ست، لكن ما بيتكلموش عن الست، يعني الموت والزهايمر والغربه كلها موضوعات عامه سواء راجل او ست، لكن هي الفكره انه بقلم واحده ست. لا ما ده جميل، وده بقينا بنشوفه كتير خلاص بقى، يعني الكتب دلوقتي بقت امضاء السيدات طبعا والرجال، ولكن السيدات كمان اقتحمت الموضوع. بالزبط. الكتاب فيه فصول كتير، هل كلها من وحي خيالك ولا جزء منها لحم ودم، يعني حكايات حقيقيه واقعيه ولا لا؟ بصي هو صعب ان احنا نفصل بين الاثنين، يعني مفيش كاتب ممكن يكتب قصه كامله او روايه واقدر اقول ان كلها من خياله. طب انت بدات ولكن منين؟ التولز بتاعتها ادواتها حقيقيه. بالظبط، يعني انت اكيد بدات من حاجه حقيقيه، من حته في حياتك، من حته في حياه جارك، من حته في حياه صاحبك، يعني مؤكد كان في وصل بين الخيال والواقع. كل القصص يعني اللي في أصائص. بالظبط، كل القصص اللي في الكتاب لازم هتلاقي فيها على الاقل سطر واقعي، بعد كده بقى الكاتب بينسج حواليه الخيال. يعني قصه مريم مثلا دي انا تقريبا دي انا مستوحاها، يعني اخذت الوحي بتاعها من صديقاتي، انا من الشخصيات اللي بتتاثر جدا بعلاقه الصداقه واللي بتشغل تفكيري دايما، يعني انا علاقتي بصديقاتي علاقه صعبه قوية لحد يفهمها. قوي. يعني قوية جدا جدا. يمكن لان انا ماليش اخت بنت، فانا صديقاتي على مدى حياتي بيمثلوا جزء شكل شخصيتي. فقصة مريم بالذات في الكتاب بتعكس العلاقة دي. يعني نقدر نقول ان قصة مريم هي اكتر قصة انت اكتر قصة قريبة لقلبي، وبعدها قصة يا قرة العين. يا قرة العين. قرة العين بتتكلم عن ايه بقى؟ بتتكلم عن ام الاول كانت فتاة بتحلم بالحمل، اتأخر الحمل، ولما حصل اكتشفت ان في عيب خلقي معين في الطفل. القصه دي من قصص بعد ما ولدت وهي حامل، اكتشفوا ان الطفل فيه عيب خلقي. معاناه الام دي بين فرحتها بحدوث الحمل ورعبها من اللي جاي، مش عارفه تعمل فيه ايه، مش قادره تنكره، وفي نفس الوقت مش قادره تعلن فرحتها.
قصه مؤثره جدا وواقعيه جدا حصلت بتهيألي ناس كتير قوي، يعني انت لما تقريها هتعيطي. طبعا طبعا انا يعني ياما قابلنا ناس كتير عندها نفس المشكله، عاشت نفس المأساه. بالظبط، هي مأساه فعلا. هي مأساه. انت كنت عايزه توصلي ايه من كتاب واحده ست، يعني بكل بقى قصصه وبكل خواطره كنت عايزه توصلي ايه؟ بصي، انا اول ما كتبت الكتاب خالص زي ما قلت لك كان كل هدفي ان اي حد ما بيقراش هيقرا، هتقعد هتقرا الكتاب سهل بطريقه تفرض عليك ان انت طالما جبته هتقراه. تمام، بس الكتاب دي اكيد محتوى، لكن القصص الكتاب نفسها، القصص أيوة نفسها كل قصه بتوصلك لهدف معين من وراها، يعني مفيش مجمل اهداف للكتاب نفسه، كل موضوع فيه بيوصلك لنقطه، كل قصه وراها مغزى. يعني في قصه منهم بتتكلم عن معاناة الزوجة اللي مات زوجها وبتربي 4 بنات لوحدهم، وقد ايه فرحتها وهي بتجوز البنت الاعز القلب الاب الراحل. دي معاناة فعلا، يعني صعب جدا احساس الام وهي في يوم زي ده وبتتمنى ان هو يكون موجود، واقفه بتتزوق بدل ما تبص في المرايه هي بتبص لصورته اللي على الحيطه. طبعا يعني احنا معانا تليفون من الناشر فتحي، الاستاذ فتحي المزين طبعا صاحب دار نشر العيان. الو مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، انا عندي كام تعليق سريعا كده. اولا انا سعيد بالتقديم الجميل اللي حضرتك قلتيها، ان الفقره دي مهمه قوي، ده كلام مهم جدا، ده رقم واحد. انا هستاذنك بس استاذ فتحي لو تعلي صوتك شويه. هو كده؟ طيب كده سامعني كده كويس قوي. طيب اولا انا بشكر حضرتك على التقديم المميزه بقيمه الكتابه والقرايه، ده شيء مهم جدا، والاداره والاعداد الخاص بالبرنامج ان هو يركز على الكتب من هذا النوع. انا حابب اضيف بس ان الكتاب ده هو الاول من نوعه اللي هو يجمع بين الفصحى والعاميه، كاتبه شهادتي مجروحه في قوه المها، لكن انت تتخيلي كمان انا عايز اشكر كمان اداره منتدى شباب العالم اللي كانت اللي هم اختارونا وكنا ممثلين وموجودين هناك، برضو بارديس كانت عامله شغل عظيم جدا هناك ومهتمه بالجانب الثقافي، فانا سعيد قوي بهذا النوع من الدعم، سواء الدعم منكم الدعم الاعلامي لألمها وللكتابه النسويه في مصر، والدعم كمان لمنتدى شباب العالم لقيمه ما تكتبه المراه المصريه وما تطرحه على الساحه الادبيه والاعلاميه كمان. والله ده شيء يسعدنا ويفرحنا جدا جدا بصراحه، وفرجنا منتدى شباب العالم فرجنا حاجات كتير قوي حلوه فرحت قلبنا بجد. الناشر الاستاذ فتحي المزين صاحب دار نشر العيان، بشكرك جدا على مداخلتك، وهو بيقول قوه القلم، يعني انت كنت بتمري بتجربه ما وانت بتكتبي او انت في مرحله كتابه الكتاب. انا عاوزه اعلق بس على مكالمه الاستاذ فتحي. نادر ان كاتب يلاقي حد يديله مساحه من الحريه في كتابته يكتب اللي هو عاوزه وهو مؤمن بموهبته ومؤمن بكتاباته زي ما حصل لي مع دار النشر. احنا معانا صوره الكتاب بقى على الهواء دلوقتي، واحده ست، ده الغلاف. انت حتى انت كاتبه ورا كمان في زي والغلاف بصراحه انا يعني طالما عرضت الغلاف انا لازم اشكر مصمم الغلاف، انا شايفه ان احد اهم اسباب نجاح الغلاف كان مصمم الغلاف فعلا، يعني ده لازم يتشكر على الهواء. شكله حلو. شكله حلو، الوانه مفرحه بالرغم من المقاسي اللي جوه الكتاب. لا بس في حاجات برده كويسه، حاجه تفرح مفرحه. طب كلميني عن الكلام اللي انت كاتباه ورا عشان انا يعني مش شايفه كويس. بصي، هو الفكره ببساطه ان انا تخيلت ان في عصر وقد الانثى هي خلاص اتدفنت وقامت بمنتهى البساطه وبمنتهى القوه، نبشت القبر بتاعها بضوافرها الطويله ونظفت الميك اب بتاعها عادي جدا وقامت وقفت وقررت ان هي تكمل بمنتهى القوه، فبدات من هنا اللعنه تطارد المراه بالكتابه. ده اللي حصل لنا. انا بقى كان قصدي هي طبعا مش لعنه الكتابه بس، هي لعنه الابداع عموما. يعني انا من الناس اللي لعنه الوجود، يعني اثبات الذات. بالظبط، الابداع عمره ما كان مصطلح ذكوري. الست اللي بتطبخ حلو دي مبدعه، الست اللي بتربي ابنها في بيتها تربيه كويسه تبقى فخوره بيها في يوم من الايام دي مبدعه. بصي، انت عشان شيء اساسي فانت بقيتي شيء مكتسب او انت بقيتي شيء معتاد عليه، يعني فعشان كده. لكن احنا لو قعدنا يعني احنا اتخلقنا عشان نبقى مبدعات، احنا اتخلقنا مقتنعه كده، احنا اتخلقنا عشان يقولوا بقى هما يقولوا هما هما عارفين. انا ما اعتقدش دلوقتي انه في رجل ذكي يقدر ينكر دور المراه في المجتمع. لا، ويمكن عشان كده انا كتابي كان اسمه
اعتقد يعني خفت في الاول يبقى عقبه يعني زي بيقولوا العقد شريعه المتعاقدين. فانت راجل معدي في المكتبه الكتاب اسمه واحده ست ما عجبكش ما تقراهوش ما تجربش يا خلاص انا اعلنت التحدي من اول اسم يعني الكتاب. الكتاب عنصري على فكره عنصري بس انا مؤمنه بالعنصريه هم اللي هيطالبوا بالمساواه بعد كده. عنصريه نازيه جدا يعني بالظبط. طيب برديس قولي لي طيب كمان يعني انت بتكتبي عن معاناه الست المصريه في المجتمع ايه اكتر الاوجه الماساويه اللي انت بتشوفي ان هي بتواجه الست المصريه؟ فكره ان دايما هي مضطهده حقوقها مهضومه ان الراجل دايما حاسس ان لازم الست يبقى عندها شعور بالدنيا وده مش صحيح يعني احنا نجحنا تقريبا في كل المجالات تخطينا كل العقبات ليه دايما هو باصص ان انا لازم انا اللي اعلى عشان ارتقي لمستوى الراجل. طب قولي لي بعد ما وصلتي بعد ما خلصتي الكتاب وصلتي لاجابه للسؤال ده ولا لا؟ بس قولي لي في الاول في كلام مكتوب انت ده جزء من قصه آلة الزمن دي اسطر من قصه آلة الزمن ودي من القصص اللي انا بحبها جدا في الكتاب. طب والله يعني انا نفسي اقراه. لا لازم نفسي يا راجل. انا خدت الكتاب انا خدت النسخه منه. وصلتي بقى الاجابه ولا لا؟ بصي انا يعني يمكن كانت اجابتي ان انا كتير جدا من القراء كانوا رجاله فانا بعتبر مثلا ده نجاح طبعاً. فكره ان راجل اشترى كتاب وقعد قراه وحط لي بوست على فيسبوك او بعت لي مسج انا دي بالنسبه لي كانت شيء مفرح يعني. لا اللي كان بيجي لي بقى الفيدباك على الفيسبوك بتاعي فكنت سعيده جدا ان في راجل يقدر يروح وبمنتهى الجرأه يشتري كتاب واحده ست. انا دي بالنسبه لي كانت منتهى النجاح بصراحه الحمد لله. واحنا بنبارك لك والله بجد الف مبروك على كتابك واحده ست. واضح ان هو كتاب يعني من الكتاب من الكتب اللي وصلت لكل الناس يعني الحمد لله. الكتاب كمان وصلت في موقع من مواقع البيع اونلاين اختاروه من البيست سيلر من الكتب الاكثر مبيعا في شهر اكتوبر رغم ان هو نازل من شهر بس على فكره هو ما لحقش. لا ما شاء الله الحمد لله. لا حاجه جميله بصراحه. ده اول كتاب ليكي؟ اول كتاب. ده ايه لك؟ مين رسمك؟ ده رسم صاحبتي والله تسلم ايديها. كانت عامله لي ماكات كده هي موهوبه بصراحه هي فنانه يعني تسلم ايديها عملت لي ماكات كده وانا ماسكه الكتاب وكان هديه منها يعني. طب انت بما انه ده اول كتاب يصدر ليكي في المكتبات او في دور النشر انت ناويه ان شاء الله تعملي جزء ثاني منه ولا بقى هتنتقلي وتعملي جامب او تنطي بقى لحاجه ثانيه خالص؟ بصي انا هكمل في سكه القصص القصيره ومش هبطل اكتب بالعاميه لان انا مقتنعه جدا ان دي ليها قراءها حتى لو ليها منتقدين ليها جمهورها. في جمهور ما بيقراش غير بالطريقه دي فانا لازم اخاطب يا جماعه. انا خلينا نرجع نمسك الكتاب بالظبط خلي الناس تنزل تمسك ورق تشم ريحه الحبر يعني انا شايفه ان دي من الحاجات المؤثره نفسيا جدا يعني ولازم الاجيال الجديده تتعود على ده لغايه تبرر الوسيله بالظبط. فانا مش هعمل جزء تاني من واحده ست لان هو قصص منفصله بس انا هكمل في خط الادب النسائي. الكتب اللي بطلتها برضه هتكون واحده ست. هي نفس البطله. يبقى عندك على فكره ابطال كتير الفترات اللي جايه اكيد. احنا مع الطفره الكبيره الحقيقه اللي بتحصل للمراه المصريه مع رئاسه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتقد انت هيبقى عندك قصص كفاح بالزبط. وبطولات للمراه الفتره اللي جايه كتير قوي وقماشه كبيره جدا جدا صح. انت كاتبه في الكتاب وحين اصابتني هذه اللعنه كان كتابي الاول يحمل اهدائي الخاص الى كل من تسول له نفسه ان يئد فكر امرأة. بالظبط. كنت عايزة تقولي ايه من العبارة دي؟ رافضي الأدب النسائي ودول كتير جدا دلوقتي يعني أنا بقرأ آراء كتير جدا لكتاب وقلمهم يحترم جدا فوق راسي وبيرفضوا ابدا مصطلح الادب النسائي. انا شايفه ان ده حقنا يعني هو اقل حق من حقوقنا ان يبقى في ادب نسائي. ليه لا يعني ايه الفكره ان لازم فكره ادب في المجمل؟ لا في ادب نسائي وفي قلم نسائي يحترم الكاتبه رضوى عاشور غدا السمان في كتير جدا لازم نعمل توجه ان في ادب نسائي معترف بيه. فانا رافضه لاي حد بيحجر على فكر الست او على فكر المراه بمعنى عام يعني. تحدي انت عارفه واخده الموضوع تحدي يعني واخده الموضوع باصرار كبير جدا وباين عليكي قوي وانا بحب الناس اللي بتبقى باين عليها الحماس وانا بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله هتعملي حاجات كويسه قريب ان شاء الله. والشعر مش الشعر القصص النسائيه دايما بتكون هي بدايه لبطولات اكيد ناس تانية كتير أكيد. وشرائح تانية كتير فاعتقد ان انت كمان هتلاقي نفسك فجاه مش بس بتكتبي عن الست بتكتبي عن كل الاسره. بالظبط اكيد. انا بشكرك جدا يا برديس على وجودك معانا النهارده والف الف مبروك على كتاب واحده ست. شكرا وان شاء الله هنتابع خطواتك وهنتابع كتبك ان شاء الله الفترات القادمه وبندعم دايما المراه اكيد ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا.
مشاهدينا كلام البنات ما بيخلصش، ارجعوا امسكوا الكتاب مرة تانية واقروا، وفي كتب معمولة باللغة العامية هتتبسطوا منها قوي وهتسافروا معاها لأماكن كبير كتيرة جدا. فيعني خليكم معانا دايما في كلام البنات، هنشوف من معانا وهنعرض عليكم ونشاور لكم كده على كتب لطيفة تقدروا تقروها للناس اللي لسه عايز تبتدي تقرا، تبقى كويسة ومناسبة ليكم في البداية. فاصل وهنرجع مرة تانية نتكلم عن أحدث ديكورات المنازل ونرجع مرة تانية.